وسط أجواء رمضانية تشهد الأسواق التجارية في مدينة القامشلي حركة نشطة من المواطنين لشراء المواد الغذائية والحلويات والحاجات اليومية. أجواء رمضان كثير منيحة، وإن شاء الله شهر خير وبركة على الجميع إن شاء الله. والله بتمنى يعني بصير الخير لسوريا كلها، العالم ترجع على بيوتها وتصير مثل الأول. بتمنى تكون الصحة والخير والعافية، يتم رمضان بخير وسلامة والأمن والأمان لهالوطن. وعبر الأهالي عن أملهم في أن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة تملأ أجواؤه أرجاء الوطن الذي عانى من الإرهاب طوال السنوات العشر الماضية.